فاتورة الماء إلى المشاريع المتعلقة بالموارد المائية بالعاصمة، حيث شدد وزير القطاع حسين نسيب على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع مراعاة المقاييس الدولية المتابعة. للياس خديجي. محطات للتحلية وأخرى لتصفية المياه، مشاريع أنجزت بالعاصمة فيما ينتظر إنجاز أخرى، كمحطة منمسوس التي تصل قدرة استيعابها إلى 50400 متر مكعب، من شأنها تزويد أكثر من 250000 ساكن بالماء الشروب. بدينا نطلع شيئا فشيئا نحو التأمين التوزيع 24 ساعة على 24 ساعة، هذا تم منذ أبريل 2010، واليوم في هذا المجال رانا نعمل من أجل ترقية الخدمة العمومية والمرفق العام نتاع المياه الصالحة للشرب إلى المصاف والمعايير الدولية. فيما يخص تطهير المياه المستعملة وإعادة تهيئة الوديان، ما تزال الأشغال متواصلة على ضفاف وادي الحراش لتكملة هذا المشروع الواعد، كما سيتم إعادة تهيئة محيط المجرى المائي بين شوفالي وتريولي من خلال إنجاز مساحات خضراء وملاعب جوارية وغيرها. معناه أن اليوم بالاستثمارات رانا غطينا 60% من ربط يعني قنوات الصرف الصحي إلى محطات تطهير المياه المستعملة، وهذا غير كافي. لهذا مع السلطات المحلية عددنا برنامج كبير لباش نقضي نهائيا على كل ظواهر التلوث من جراء تسلل يعني المياه اللي تمشي في الطبيعة. مشاريع أخرى وقف عليها وزير الموارد المائية كالحوض المائي بباب الزوار ومحطة تطهير المياه ببراقي، حيث أكد حسين نسيب على ضرورة إتمام المشاريع في وقتها دون إهمال نوعية الإنجاز.